السلام عليكم يا هلا مرحبا فيكم. الساعة 2 الظهر قاعد الساعة 7 والتليفون طخ طخ طخ. شو السالفة؟ زين قعدت لقيت اهلي موجودين عزوتي. شو السالفة؟ شو صاير؟ مخترع. قال الحكومة قالت حكومة قالت حضرة تجول مدري. يا جماعة لا تسمعون الكلام اللي غير عن الحكومة الإشاعات كثيرة. اسمعوا الحكومة جيدا. الحكومة ما قالت إلا تبي مصلحتكم وتبي صحتكم. قالت إن عطلة لجميع الموظفين قطاع الحكومة والخاص مدة أسبوعين بس. محلات تجارية تسكرت، طلبوا المطاعم احترازات صحية بس ماكو شيء والحمد لله الدنيا بخير. ما قالوا حضرة تجول المخازن خلاص ما في مواد غذائية، الجمعيات راح تسكر، مواد الأفرع تسكر، درباركم الخطر، ديناصورات حارب، حالة حرب قيامة قامت. ما قالوا كذي. ركزوا يا جماعة ما كل الخير. بعدين الجمعيات والأسواق قالوا ابعد عن الاختلاطات والتجمعات تجنب الأمراض. صارت الجمعيات الحين الأسواق كلها فوق المئات والآلاف، لا احتر لا وقاية لا شيء. شلون تبتعدون عنكم المرض وتساعدون الحكومة؟ الله يعينكم، الحمد لله الدنيا بخير، مع كل الخير.